التأثيرات الاقتصادية لاستهداف الميليشيات الحوثية للمنشآت النفطية، عنوان لحلقة نقاشية عقدت بمدينة المكلا. ثلاثة محاور استعرضتها الحلقة: عن الهدنة وصعوبة تحقيق السلام، والتأثيرات الاقتصادية للهجمات، وردود الأفعال العالمية والعربية حيالها. نحن نعتقد أن هذا المسألة وهذا الموضوع اليوم في غاية الأهمية، نتيجة لأنه حدث هام يؤدي يعني ضرره كبير على المواطنين. ذكر الدكتور أنه حوالي 19 مليون مواطن سيتضرر من هذا الموضوع، أنه أيضا سيسبب أنه عدد سعر الصرف سيرتفع بشكل مبالغ فيه، اليوم وصل إلى 311 ريال سعودي مقابل الريال اليمني. تأثيرات الهجمات على المنشآت النفطية ستأخذ سيناريوهين اثنين وفقا لمخرجات الحلقة. ففي حال رفض الحكومة شروط الميليشيات الحوثية، فإنها ستحقق مكاسب عدة، أبرزها إعادة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية واستئناف تصدير النفط. ويرى السيناريو الثاني أن إذعان الحكومة للميليشيات وانبضاغ إقليمي ودولي يعني القبول بشروط الميليشيات. النقاش اليوم كان عن تأثيرات قصف الحوثي للمنشآت النفطية في الضبة والنشيمة، والأثار الاقتصادية التي سوف يخلفها على المجتمع، سواء كان في المناطق الجنوبية أو المناطق الشمالية، من أزمة اقتصادية في الرواتب، في عدم أو تأخر دفع الرواتب، وأيضا عدم تغطية فاتورة الاستيراد من العملات الصعبة، لأن الدولة تعتمد 70% على إنتاج النفط من حضرموت. ضعف الموقف السياسي وضعف يعني التوجه السياسي داخل البلد هو الذي أدى إلى الضعف في مواجهة هذه الهجمات. الحلقة النقاشية أشارت إلى مخاطر تحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة إنسانية في البلاد حال استمرار وقف تصدير النفط، والذي يمثل نحو 70% من الميزانية العامة، الأمر الذي سيدفع بالحكومة إلى ضخ المزيد من العملة في الأسواق المحلية لدفع الرواتب وشراء السلع. وتستند حلقة النقاش في ذلك إلى الردود الدولية والعربية التي قالت إنها ضعيفة، ما قد يدفع الميليشيات إلى تنفيذ هجمات أخرى خلال الفترة المقبلة. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق.